ولكن التفوق من نصر الدين خوالدي بقوة وبروعة. نصر الدين خوالدي يفتح اللعب على الجهة اليمنى ليوجد محمد ربيع مفتاح في دوره لزين الدين فرحات ليحتفظ بها زين الدين. يواصل ليطلب الكرة جميلة ممتازة رائعة. هي كرة هدف، هي كرة هدف، هي كرة هدف. أوه الهدف الأول، والهدف الأول لصالح اتحاد العاصمة عن طريق نصومبو أو نصومبو إرنيتس المهاجم الكاميروني في الدقيقة السادسة من بداية المباراة. طبعا كانت واضحة المأمورية بأنه اتحاد العاصمة جد سلاسة وسهولة في الانطلاق بهجمة معاكسة رائعة على الجهة اليمنى التوزيعة. ونصومبو أو نصومبو لا يضيع في مثل هذه الوضعيات بعد الكرة على طبق من ربيع مفتاح. طبعا هو كانت وضعية صعبة نوعا ما، فقد التوازن ولكنه سجل بالرجل اليسرى. عبد النور، أفضل سيناريو يتمناه اتحاد العاصمة؟ صحيح، أفضل سيناريو لاتحاد العاصمة. شاهدنا اللقطة قبل هذه بلال، لقطة كودري مع بالموسى، لكن اللقطة الثانية هذه تاع مفتاح مع زين الدين على زملائي بعد الكرة من براجة صديق. هاي كرة هدف، هاي كرة هدف، هاي كرة هدف، هاي كرة هدف. التسديد، قلت هاي كرة هدف، هاي كرة هدف، كرة هدف رائع ممتاز بكيفية رائعة من صديق براجة. كنت سأنتقدك إن لم يسجل الهدف لأنه زميلك كان يطلب في الكرة على الجهة اليسرى تحت تصفيقات حارة لأنصار اتحاد العاصمة. بهذا الهدف الممتاز والرائع والرد القوي من مولودية وران في الدقيقة 20، أحسن هذه. يا صديق براجة أنت متأثر وكأني بك أخرجت كل ما لديك من قوة، وأنت الذي فقدت أحد العزيزين يعني عليك، أحد أعزائك وقريبائك، عمك في هذه المناسبة. وقبل هذه المباراة ترد بطريقتك الخاصة، فألف تحية. صحيح بلال، شاهدنا التجربة تاع هذه الضربة وسنشاهد الإعادة بعد لحظات. دخل بين اللاعبين يعني فعلا فيه ضربة الجزاء بلال، يعني مسك على القميص ويعني كان متوجه نحو المرمى اللاعب نصومبو. مضرب مفتاح، هل سيختار جهة أخرى أم أنه يحافظ عن نفس الجهة؟ هل سيختار الجهة الأخرى؟ فعلا حافظ عليها، حافظ عليها، ولكن المتابعة هذه المرة من بالعربي الذي وصل متأخر في بعض الثواني. ربيع مفتاح يضيف الهدف الثاني لاتحاد العاصمة. أن أنصار اتحاد العاصمة هاتين اليوم أتوا بقوة صحيح، ولكن أزيجهم وأغانيهم غائبة اليوم على مدرجات ملعب عمر حمد. نور، يعني في 30 دقيقة شاهدنا 3 أهداف بلا، يعني هذا شيء جميل. وحتى مولودية وهران عودوا له في المقابلة وسجل الهدف تعادل، لكن تكلمنا على الدفاع السلبي وهذا يمين طويلة منه لمين زيماموش، البحث عن زين الدين فرحات ريعة ممتازة. ممتازة ممتازة وريعة من لمين زيماموش. هكذا يقرر لمين زيماموش لما شاهد زين الدين فرحات من هناك على الجهة اليمنى من دون تردد ومن دون فلسفة ومن دون لف أو دوران. لمين زيماموش بيسارية سحرية وبالمليمتر وضعها فوق قدم زين الدين فرحات المتجه لتحية لمين زيماموش بكيفية ممتازة. يضيف الهدف الثالث لاتحاد العاصمة في الدقيقة 40. يعني عادة أنه يعني صانع الألعاب هو الذي يقدم كرات الأهداف، ولكن لمين زيماموش هاي الإعادة. يعني بلال شادو باس ديسيزيف من طرف الحارس، يعني هذا الهدف يتصنف من احسن اهداف البطوله فعلا. يعني شوف يعني مليمتريه للاعب فرحات، فرحات ما حوش يفهم يعني حط الرجل، يعني حط رجله برك، يعني الكره اصطدمت على طبق، الكره اصطدمت برجل فرحات يعني ودخلت الى الشباك، ولو انه هو الذي قرر انها تكون ملعوبه بها. لا حتى فرحات عرفت تعادل مع الكره يعني بن موسى يطلب الكرة في أمبو عزة بدور لمن لحمزة كودري. ريعة ممتازة دور كما ينبغي، كرة صعبة ممتازة خطيرة ريعة. كرة 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 أخرى لصالح الاتحاد. ماذا سيفعل، ماذا سيفعل؟ هاي كرة أخرى، كرة هدف رابع، التسديد. فعلا فعلا قلتها وأعيدها بأن اتحاد العاصمة الآن أصبح يلعب في شوارع شاغرة من جانب مولودية وران. يضيف الهدف الرابع له هذا في هذه المباراة بقدم محمد سكار
في الدقيقة 44 بالضبط من بداية هذه المباراة. ماذا يحدث في المولودية الوهرانية؟ واتحاد العاصمة ليس بهذه القوة التي تجعل التشكيلة الوهرانية تتلقى 4 أهداف في شوط واحد وفقط في هذه التسديدة القوية. نعم في هذه الأثناء يدخل اللاعب ويجرى تغيير مغاربي كما قلت مكان بالعباس المصاب. ماذا سيمكن لمغربي أن يضيفه لدفاع المولودية المتقل برباعية كاملة في شباكه في الدقيقة 44 من عمر هذه المباراة المثيرة والمضمون فيها الفرجة، خاصة من ناحية الأهداف، بما أن الأهداف تبقى روح المباريات مثلما هي الأنصار روح المدرجات. أنصار اتحاد شبيبة القبائل في مباراة الجولة الماضية أمام أمل الأربعاء كانت منهزمة بثلاثية مقابل صفر، ولكن لما شاهدت اسم الشبيبة في المزاد أمام فريق أمل الأربعاء، مع احتراماتي لهذا الفريق الذي نهنئه، والهدف الخامس لصالح فريق اتحاد العاصمة عن طريق زين الدين فرحات في الدقيقة 62. كنا نتحدث عن الأهداف وما رجان الأهداف وضرورة احترام الخصوم، ولكن زين الدين فرحات يبتعد أكثر في النتيجة ويضيف الخامس لاتحاد العاصمة، خماسية مقابل هدف. ربما نحن نتجه إلى نتيجة تاريخية بين الفريقين مولودية وهران واتحاد العاصمة في إطار مواجهتهما المباشرة. الاتحاد يريد أن يحقق أثقل نتيجة في تاريخه مع مولودية وهران. عبد النور صحيح بلا رانا نشاهد يعني شوارع في دفاع أو وسط ميدان مولودية وهران، يعني دخول فرحات أو نصومبو حتى فهم بوعزة، يعني كل كرات راه وجه لوجه مع الحارس له، وهذا سؤال يعني شيء محير من طرف فريق مولودية وهران. الحال الفريقين شباب بلوزداد ومولودية وهران بنفس الرصيد من النقاط ب 27 نقطة لكل نادي. هاي كرة أخرى لصالح المولودية الورانية، التسديدة من شريف هشام جميلة ممتازة ورائعة وهدف ثاني، ممتازة ورائعة وهدف ثاني من صديق براجة على ما أعتقد بعد كرة هشام شريف. صديق براجة يسجل ثنائية في يوم خاص لهذا اللعب، ثنائية في مرمى اتحاد العاصمة، قام بدوره صديق براجة تلعب أمام اتحاد العاصمة أحسن نادي وتسجل هدفين. بلال ثلاث دقائق وقت بدل ضائع في المرحلة الثانية لإنهاء هذه المباراة. ثلاث دقائق ستكون قصيرة جدا على أنصار فريق مولودية وهران وطويلة على أنصار اتحاد العاصمة، ولو أنه ليس من السهل العودة بثلاث. براجة صديق الذي سجل هدفين في هذه المباراة، لكن رغم ذلك لم يكن كافي للفوز في هذا اللقاء. حضرتكم صديق يعني هذا الوينتر. بسم الله الرحمن الرحيم. السفر كما يقول لك الأولى نشكر الاتحاد العاصمة على البطولة الشامبيون الجزائري. احنا يلا غالب كما يقول لك كنا شوية عندنا شوية مشاكل، ما كناش ما حد ما كما يقول لك ما درناش لي كونسين ملاح باش ما طبقناهمش. يلا غالب هذه هي المقابلة. شكرا. ان شاء الله بربي. شكرا ليك.